بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا محمد المقدم خالد بن سعود بن خالد الحليبي. إن شاء الله راح نتكلم في هذا الدرس عن أهمية صلاة الفجر. تؤكد عدة دراسات علمية أن المحافظة على صلاة الفجر يقي من النوبات القلبية المفاجئة، فالاستيقاظ أثناء الليل لأداء الصلاة ينشط الدورة الدموية ويقي من تصلب الشرايين والجلطات الدماغية. ويقول الأطباء أن الجسم في وقت الفجر يكون في قمة النشاط، وبالتالي فإن النوم يؤثر سلبا على أداء أجهزة الجسم. وتأكد دراسة أخرى أن النوم لساعات طويلة يسبب أمراض خطيرة، أهمها الأورام السرطانية والموت المفاجئ. ولذلك فإن الله تعالى أمرنا بالاستيقاظ لأداء صلاة الفجر، وجعل تلاوة القرآن في هذا الوقت تشهد عليه الملائكة، والله أعلم.